بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اليوم عن المرشد النفسي وكيف يستفيد من التكنولوجيا يستطيع المرشد المدرسي أيضا أن يستفيد من مؤتمر الفيديو فيديو كونفرنس. يستطيع مرشد المدرسة أيضا أن يستفيد من مؤتمر الفيديو أو الفيديو كونفرنس كتطبيق للتكنولوجيا في مجال الإرشاد، حيث أن هذه أو هذه المؤتمرات التفاعلية تمكن المرشد المدرسي من مواجهة الآباء وأيضا الزملاء دون أن يغادروا منازلهم أو مكانتهم أو مكاتبهم، وهي أيضا تتيح للمرشد أي الفيديو كونفرنس وهو مكان واحد أن يقوم بإرشاد وتوجيه مجموعة من الطلبة والآباء في أماكن أخرى. إذن يستطيع أن يستخدم الفيديو كونفرنس بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يضم المرشد المدرسي في عملية مؤتمر الفيديو أو الفيديو كونفرنس الطلاب ويجعلهم يقومون بمقابلة أعضاء المجتمع ورجال الأعمال ويتناقشون معهم بخصوص قضايا ومسائل تؤثر على دراستهم، كما يتعين على المرشد أن يكون على معرفة بالمعلومات المهنية الموجودة على الإنترنت وأن يتعرف على المهن المختلفة ومتطلباتها، وذلك من خلال دخوله في أو على قواعد البيانات بالإنترنت حتى يسهل في إرشاد وتوجيه الطلاب مهنيا. إذا من خلال المؤتمرات التفاعلية التي تحدث في على الفيديو كونفرنس ومواجهة الآباء والزملاء في أماكنهم، ويمكن أيضا أن يضم هذه العملية عملية الفيديو كونفرنس الطلاب ويجعلهم يقومون بمناقشات قضايا ومسائل تؤثر عليهم. وأيضا على المرشد أن طبعا إذا بده يقوم بالأشياء هذه لابد أن يكون المرشد أن يتعرف على معلومات الإنترنت ويتعرف على المهن ومتطلبات هذه المهن حتى يساعد في إرشاد وتوجيه الطلاب مهني. ويمكن أيضا الاستفادة من الوسائط المتعددة حيث تضم تكنولوجيا الحاسوب الرسوم التخيلية، والتي تتيح للمرشد استخدام تشكيلة واسعة من الوسائط التي تؤثر في التدخلات الإرشادية مع الطلاب. إذا أيضا ممكن نستفيد بالإضافة إلى الفيديو كونفرنس، ممكن نستفيد من الوسائل المساعدة أو الوسائط المساعدة في ضم تكنولوجيا المعالجات الحاسوب الرسوم التخيلية التي تتيح للمرشد استخدام تشكيلة واسعة من الوسائط التي تؤثر في التدخلات الإرشادية مع الطلاب. مثل ايش؟
فمثلا هناك أقراص ضوئية مضغوطة CD-ROM مسجل عليها مواقف صراعية ومشاكل نفسية وسلوكية لدى الطلاب مصحوبة بالصوت والموسيقى، وعلى المرشد مناقشة ذلك مع الأطفال. إذن يعرض صور ويناقش الأطفال ويوجههم إلى كيفية التعامل مع هذه الصراعات وهذه المشاكل، ويمكن للمرشد أن يعقد مناقشات جماعية مع الطلاب بشأن حل هذه الصراعات، ومن ثم إكسابهم أساليب التعامل أو أساليب التغلب على القلق والغضب في مثل هذه المواقف. إذن من الوسائط التي سيستخدمها المرشد النفسي أيضا مثل ما يستخدم CD-ROM، وهذه اللي بيكون عليها مسجل عليها وتعرض مواقف وتعرض مشاكل نفسية وسلوكية لدى الطلبة، ومن ثم يناقش المرشد مع الطلبة أو مع الأطفال ويوجههم إلى استخدام أساليب لحل هذه الصراعات. وممكن أيضا أن يعقد مناقشات جماعية مع الطلبة بشأن حل هذه الصراعات، ومن ثم إكسابهم أساليب للتغلب على القلق والغضب في مثل هذه المواقف. على أي حال، فإن الوسائط المتعددة تساعد على زيادة علاقة المرشد بالطلاب من ناحية، وتزيد من تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض من ناحية أخرى. ولأن التكنولوجيا مهمة ولها دور في تحسين أو تحسن أداء المرشد ورفع الكفاءة في تقديم الخدمات، نظرا لأهمية هذه التكنولوجيا ودورها ودورها الذي يمكن أن يحسن أداء المرشد ويرفع من كفاءته في تقديم الخدمة الإرشادية للطلبات، توصي رابطة تعليم المرشد والإشراف بضرورة أن يكون المرشد مزودا بعدة مهارات تكنولوجية وفنية لضمان نجاح عمله بفاعلية. إذن على المرشد حتى يقوم بدوره ويقوم برفع الخدمات التي سيقدمها، خدمات إرشادية للطلبة، عليه أن يتزود بمهارات تقنية وفنية لكي يضمن عمله نجاح العمل. واحد من المهارات أن يكون قادرا على استخدام البرامج الإنتاجية في إعداد صفحات الويب مثل برنامج فرونت بيج وغيره، إذن أن يكون قادر على استخدام البرامج الإنتاجية مثل برنامج فرونت بيج. أن يكون
قادرا على استخدام الأجهزة السمعية والبصرية مثل مسجلات الصوت والفيديو وجهاز عرض الشرائح. أن يكون أيضا لديه مهارة أو قادر على استخدام الأجهزة السمعية والبصرية مثل مسجل الصوت والفيديو وجهاز عرض الشرائح. أن يكون قادرا على الدخول واستخدام قواعد البيانات المرتبطة بالإرشاد والمسجلة على الأقراص الضوئية المضغوطة اللي هي CD-ROM. أن يكون قادر على استخدام البريد الإلكتروني اللي هي بنسميه الإيميل. أن يكون قادرا على استخدام الحزم الإحصائية الموجودة على الحاسب مثل برنامج SPSS، وهي تعني الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. أن يكون قادرا على استخدام الاختبارات النفسية والتشخيصية وبرامج اتخاذ القرار المهني المبرمجة على الحاسب مع العملاء أو الزبائن. أن يكون قادرا على مساعدة العملاء بالبحث عن المعلومات الإرشادية المختلفة بشأن المهن وفرص العمل والتدريب والتعليم والإجراءات الإرشادية. ثمانية، أن يكون على دراية ومعرفة بالمعايير الأخلاقية والقانونية التي ترتبط بتقديم الخدمات الإرشادية عبر الإنترنت. أن يكون قادرا على استخدام الإنترنت في إيجاد واستخدام الفرص التعليمية المستمرة في الإرشاد. عشرة، أن يكون قادرا على تقييم نوعية المعلومات الموجودة على الإنترنت. إذا لكي يكون المرشد ناجح في عمله الإرشادي، وخاصة المرشد النفسي، عليه أن يتزود بعشر مهارات تكنولوجية وفنية. من هذه المهارات التي ذكرت عشرة هو أولا أن يكون قادر على استخدام البرامج الإنتاجية في إعداد الصفحات، ومثل برنامج زي ما سميناه فرونت بيج. أن يكون قادرا على استخدام الأجهزة السمعية والبصرية مثل مسجلات الصوت والفيديو وجهاز عرض الشرائح. أن يكون قادر على الدخول واستخدام قواعد البيانات المرتبطة بالإرشاد والمسجلة على الأقراص الضوئية المضغوطة. أن يكون قادر على استخدام البريد الإلكتروني. أن يكون قادر على استخدام الحزم الإحصائية اللي هي SPSS اللي بنحلل فيها الإحصاء. أن يكون قادر على استخدام الاختبارات النفسية والتشخيصية وبرامج اتخاذ القرار المهني المبرمجة على الحاسوب مع الزبائن. أن يكون على دراية، هذه النقطة الثامنة، أن يكون على دراية ومعرفة بالمعايير الأخلاقية، وقبل ذلك أن يكون قادر على مساعدة العملاء في البحث عن المعلومات الإرشادية
وأن يكون قادر على استخدام الإنترنت لإيجاد واستخدام الفرص التعليمية، وأخيرا أن يكون قادر على تقييم نوعية المعلومات الموجودة على الإنترنت. هذه ال10 نقاط أو 10 مهارات تعكس أهمية وضرورة استخدام التكنولوجيا للمرشد النفسي في أداء عمله بشكل جيد، وخاصة المرشد المدرسي. في سنة 1995 قدمت مجموعة من الأفكار للمرشد المدرسي، والتي من خلالها تتجسد التكنولوجيا في تفاعلهم مع طلابهم، وهي مبنية على الحاجات النمائية للطلاب وتعطي أمثلة لذلك نذكر منها. كيسي باحثة قدمت مجموعة من الأفكار للمرشد النفسي التي من خلالها يزيد تفاعله مع طلابه، وهي مبنية هذه الأفكار على الحاجات النمائية للطلبة. ومن الأمثلة لهذه الأفكار، أولا الحاجات، الحاجات النمائية للأطفال في عمر 10 سنوات، وتشير الحاجة إلى الأصدقاء بالنسبة للأطفال في هذا العمر، ومن ثم فهي تقترح أن يكون هناك نادي للتكنولوجيا يضم الأطفال مما لديهم نقص في المهارات الاجتماعية، ومن خلال تفاعل الأطفال مع هذه التكنولوجيا يزداد تفاعلهم الاجتماعي مع بعضهم البعض، مما يؤثر ذلك إيجابيا على تقدير الذات لديه. إذن من الأفكار التي تقدمها كاسي هي الحاجات النمائية للأطفال في عمر 10 سنوات. في هذا العمر طبعا بيكون محتاج إلى جماعات ينضم إليها الأصدقاء مثلا، وهي تقترح أيضا أنه لابد أن يكون هناك نادي للتكنولوجيا يضم الأطفال، وخاصة الأطفال الذين لديهم نقص في المهارات الاجتماعية، ومن خلال تفاعل الأطفال يزداد التفاعل الاجتماعي مع بعضهم البعض، مما يؤثر ذلك إيجابيا على تقدير الذات لديه. الفكرة الثانية التي قدمتها كاسي أن الأطفال في عمر 11 سنة يميلون إلى السماع والقصص والحديث عن أنفسهم وعن الآخرين، وبالتالي فهي ترى ضرورة أن يقدم لهم برنامج هايبر ستوديو، حيث تتاح لهم الفرصة في إنجاز الأنشطة من خلال تسجيل أصواتهم الشخصية. نحن ركزنا في هذه المحاضرة على المهارات التي اللازمة للمرشد المدرسي، وهي 10، وركزنا أيضا على أنه كيف استخدام التكنولوجيا من خلال التركيز
على الأفكار التي طرحتها كاسي، وهي الحاجات المائية في خاصة اللي هي الأفكار اللي خاصة بالعمر 10 و11 سنة. وعارفين إحنا الأطفال في هذا السن يحتاجون إلى الأصدقاء أو التفاعل الاجتماعي، وأيضا في عمر 11 أيضا لديهم بيكون لديهم ميل إلى سماع القصص قصص عنهم وعن الآخرين، ويقدم لهم برنامج هايبر ستوديو التي تتاح لهم الفرصة لسماع أصواتهم أو أنشطتهم أو يعني السيارة الذاتية سواء لهم أو للآخرين.